طيب بالنسبه للتريتمنت بلان بقى، عندنا اول حاجه عندنا مهمه جدا في التريتمنت بلاننج اللي هي البيشنت سيلكشن. تمام، البيشنت سيلكشن زي ما احنا عارفين عندنا في الميديكال هيستوري، في الاورال هايجين، في البيشنت كومبلين موتيفيشن، الحاجات دي كلها احنا كنا درسناها في الدياجنوزز وبيبقى ليها افكت كبير جدا جدا على الايه، على الاوفر دينشر تريتمنت. لازم تشرح للعيان، من الحاجات المهمه جدا برضو الايديوكيشن بتاع البيشنت، لازم تشرح له فايده وجود الاسنان دي ايه وتقنعه بيها. واحد من الناس زي مثلا لو بياخد مثلا مبلغ كبير في الطقم الكامل وفي بعض الاسنان دي موجوده مش هتكلف كتير، ممكن بيبقى معايا حد من اخواتي الصغيرين بيتدرب معايا مثلا، اقول له خد اعمل يا ابني اندو للسنتين دول، اقول له انا هعملهم لك هديه. تمام، يعمل اندو للسنتين اثنين كناين واحمل عليهم بالدنشر، اقول له السنتين دول هديه مني ليك لو مش هيقدر يدفع تكلفتهم، بس انا اديته هنا خدمه واديته سيرفيس عاليه جدا. تمام، احيانا بعض المرضى بعد ما بديهم الجفت دي بيجي يقول لي لا يا دكتور انا هحاسب عليهم لان هم فعلا ريحوني كتير في العض والطقم بقى احلى بكتير جدا جدا معاهم. لكن طبعا مش هقدر اعمل القصه دي لما اجي اعمل اتاتشمنت، فلازم افهم المريض واعرفه احنا ليه بنعمل البروسيدجرز دي كلها وهو جاي يركب طقم. تمام، وهل الاسهل ان احنا نسمع زي ما بعض الناس بتقول له اخلع احسن وركب طقم كامل، ولا هنخش في الخطوات دي كلها؟ يعني لازم اقنعه كويس جدا بالقصه دي، لازم اعرف الميديكال هيستوري بتاعه، لازم اعرف سبب اللوس بتاع الاسنان ايه عشان الاسنان الاباتمنتس ما تفقدش، ان هو عنده فقد اسنان نتيجه سيستميك ديزيز زي دايابيتس، فقد اسنانه نتيجه هو ان كنترول دايابيتس، فبطبيعه الحال الاباتمنتس دي كلها هتطير كمان شويه برضه ومش هتقعد لانه ما بيتحكمش في السكر بتاعه، عنده مثلا ممكن يبقى باد هابت، ممكن يبقى سموكر هيفي سموكر، كل الحاجات دي تمنعني ان انا ادخله في قصه او انه بعد اورال هيجين، كل الحاجات دي تخليه كونتر انديكيتد ان انا اعمل له اوفر ديتش. طيب نيجي لقصه ثانيه بقى مهمه جدا جدا عندنا اللي هي الاباتمنت سيلكشن. على اي اساس بختار انا هدي تنفع كاوفر ديتش اباتمنت ولا ما تنفعش؟ فاحنا عندنا في خمس كونسيدريشنز مهمين جدا 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 عندنا عشان نحدد هل الاباتمنت دي تنفع معانا ولا ما تنفعش. اول حاجه في الكونسيدريشنز دي اللي هي قصه الاباتمنت بوزيشن. الاباتمنت بوزيشن اهو تشويس فورورد دينشر اباتمنت. تمام، احنا عندنا قلنا تاني نراجع على البريبريشن تاني، ممكن يا اما نعمل امالجام بلاج، يا اما بنعمل كاست او بوست وكوبينج، يا اما بنعمل بوست وكوبينج وايه واتاتشمنت. الفاكتورز اللي تتحكم انا هعمل النوع ده او هعمل النوع ده او هعمل النوع ده، الاول حاجه عندي الفيز الكوست، انا دايما بحب احطها رقم واحد. تاني حاجه الاباتمنت كونديشن، حالتها البريدونتال كونديشن بتاعتها عامله ازاي، كراون روت ريشيو عامل ازاي، التاتش جينج بحواليها اخبارها ايه، هل الويدث بتاعها كفايه ولا لا، كل ده مهم جدا جدا. Does the patient have high risk to caries ولا لا، هل عنده good oral hygiene ولا لا، do we need extra retention to compensate for loss of referral seal from ridge soft tissue او الاندركاتس اللي موجوده، ولا هيبقى الميكانيكال ريتنشن اللي هناخده من الاتاتشمنت هيبقى كفايه. فده مهم جدا جدا عندنا، لو انا مش هقدر اعمل بريفرنس سين طبعا هجيب الريتنشن منين؟ فدي كلها حاجات لازم انا بحطها في دماغي وافكر فيها وانا بختار النوع الاباتمنت ريبريشن اللي انا هعمله. طيب عايزين نرجع تاني للاباتمنت سيلكشن ونشوف اول نقطه عندنا اللي هي البوزيشن اوف اباتمنت، ونشوف ايه معنى كلمه استراتيجيك ديستريبيوشن للاباتمنت في الارش. اهم حاجه عندي ان انا يبقى عندي في اباتمنت، حتى في الامبلانت، حتى لما باجي احط الكلام ده دايما بنبدا ان احنا لو نقدر ان احنا نحط امبلانت في الكورنر بتاعه الارش هنا بتمنع الروتيشن اراوند السنتر بتاع الارش، فبتبقى مهم جدا ان يبقى وجود حاجه في الكورنر بتاع الارش. كمان وجود الكناين تقريبا يعتبر اطول جذر في جذور الاسنان بالكامل، والكروس سكشن بتاعه هو بيبقى اوفل واحيانا بيبقى مش بيور اوفل، كمان ده بيبقى مبطط شويه، فده بيخليه انتي روتيشنال فاليو، بيديله انتي روتيشنال فاليو او بيقاوم قصه ان يحصل له روتيشن، فبيمنع الروتيشن بشكل كبير جدا جدا. وغير كده عمره ما شاء الله طويل، ونلاحظ دايما ان هو اللي بيصمد في الاخر نتيجه ان هو فعلا بيبقى له جود بون سبورت وبيبقى له جود بريدونتال، بتبقى حواليه كمان جود بريدونتال ليجمنتس واتاتش جينج، بيبقى محافظ على العظم. الحفاظ على العظم ده كمان بيدي شكل اساتكس سانح كويس جدا، ان هو ما بيعمليش اكسنتويشن للنيزوليبيال فولد اللي انتوا بتشوفوه ده. دايما لما اشوف ده مفروض عند عيان وخالع سنانه ببقى عارف ان هو اتليست الكناينز عنده موجودين، انما لما الكناينز بتتخنق دي بيحصل لها ايه؟ يحصل انه بيفقد السبورت هنا، فده بيحصل له ديبنينج ويحصل ايه؟ دروب لللب، وبيبقى الشكل كايساتكس كافيشال اساتكس حتى مش حلو. تمام؟ طيب
ده الاستراتيجيك ديستريبيوشن بقى عندنا اول نوع عندنا، وده افضل ديستريبيوشن ممكن تقدر تعمله للبيشنت بتاعك، ان انت يبقى عندك حاجه اسمها كوادري لاترال ديستريبيوشن. الكوادري لاترال ديستريبيوشن ان انا يبقى عندي فيه اثنين انتيريور واثنين بوستيريور بالمنظر ده، اثنين يمين واثنين شمال. ده كده انا عملت وزعت في كل كوادرنت، لو انا قسمت القش ده باي هاف كده وباي هاف كده، بقى عندي في كل كوادرنت في ابارتمنت تيس تشارك في اللودنج بشكل كويس. تاني نوع منه اللي هو التراي بودينج ديستريبيوشن، وده بيبقى عندي اثنين كاناينز او اثنين بريمولرز ورا، وبيبقى عندي هنا سنترال قدام، وده بنسميه تراي بودينج ديستريبيوشن. ده بيبقى احلى توزيع بعد الكوادري لاترال. يليه بعده اللي هو الباي لاترال ديستريبيوشن، وده في حاله لو انا قدرت اعمل سيفنج الاثنين كاناين. واليونيلاترال ديستريبيوشن النوع الاخير ده بيبقى نوت فيفربل، لان دايما العيان هيبقى عايز ان هو يعض او يمضغ على الجنب اللي فيه كاناين ده تحت الطبق، فهيبدا ان هو ياكل على جنب ويسيب الجنب الثاني، وده كباترن ما هوش مفيد للعضلات وما هوش مفيد لمفصل الفك، هيعمل مشاكل بعد كده. فيفضل اليونيلاترال ديستريبيوشن، انا بصراحه بعتبره مش محبب قوي، لكن بفضل ان انا لو عندي ناب والعيان مش عايز يخلعه بعمل حاجه اسمها ويندو كومبليت دينشر، يعني بفتح فتحه بس للسنه دي وعديها من الطقم، وبعمل لها الفتحه دي بعمل لها بريدجنج او بمسكها بالسوفت فلكسبل اكريليك الفرصه هتكون ان شاء الله في الحالات. برضه البريدونتال وموبيليتي ستيتس مهم جدا، ان انا يبقى عندي مينيمال موبيليتي، مهم يبقى عندي اتليست 6 ملم اوبون سبورت ماسك في الجذر، مهم ان الاتاتش جينج بقى تبقى نوت ليس ذان 4 ملم، تمام، يبقى عندي جود اورال هايجين، عندي proper emergence profile to support الايه المارجنال جينج بقى عشان ما يحصل لهاش انفلاميشن. طيب هنا زي ما احنا شايفين الكراون روت ريشيو والفرق بعد ما عملنا الابارتمنت بريباريشن، هنا زي ما انتم شايفين كان حجم الكورونال بار قد ايه، وحجمه دلوقتي بعد ما عملنا الابارتمنت بريباريشن. طبعا القصه بتختلف دراماتيكالي، بتختلف تماما بعد ما بقلل الجزء اللي هو الفيرتيكال ليفر اللي موجود في الاورال كافيتي. طيب في عندي حاجه اندودونتيك بوتنشال اند بروثيتيك ستاتس، تمام، عشان كده دايما بنفضل السنان اللي ليها اللي ما لهاش مشاكل كتير في الاندو زي السنجل روت تيز ار ايزير تو تريت، تمام، بنفضل السنان اللي ليها بلبر ريسيشن، تمام، بنفضل اليوز اوف ريستوراتيف ماتيريال اند سيلنتس عشان لو انا مش هعمل كوب بحيث ان انا اعمل اخلي اغطي الدنتن بتاعي بحيث ان هو يبقى مو ريزيستنت للكيرز. لو انا عندي اوريدي هو كانال تريتمنت اوريدي دان، لازم ان انا اعمل اكس راي واتاكد ان الابيكال سيل مظبوط، واتاكد ان الاندودونتيك تريتمنت اسيمتوماتيك وما فيهاش اي مشاكل، ما تسرباش وبعد ما اخلص الاندو وابدا على طول ان انا اعمل الكوبينج والاتاتشمنت، خصوصا لو مش انا اللي اعملها، ده لازم اتاكد اعمل اكس راي واخد قرار هل الزميل اللي عمل قبلي الاندو كان عامله كويس، هتنفع كابارتمنت ولا مش هتنفع. طيب عندنا حاجه كمان اسمها ريستوراتيف كونديشن بتاعه الابارتمنت، عندنا لو في كيرز نعمل له ريستوريشن، لو في بريفيوس ريستوريشن لازم نشوف حالتها ايه، لو فيها امالجام فيها كومبوزيت ومحتاج انه يتعمل له ريبير او يحتاج يتعمل له ريميك، اعمل ريبير او ريميك على حسب الحاله. برضو لو انا عندي الجزء اللي هيبقى فاضل كورونا حصله بعد ما نضفت الكلام وهحتاج ان انا اعمل سام كراون لينسنج عشان ازود الجزء بتاع الكوبينج شويه، ممكن اعمل حالات في الحالات دي بعمل عمليه كراون لينسنج عشان ازود الكورونال بارت. الانتر ارشس فيس طبعا اتكلمنا عنها وقلنا مدى اهميه ان يبقى عندي فيه جزء كفايه احط فيه الدنشر بيز او السنان. نيجي بقى نشوف الجزء اللي هو الخاص بالعملي بتاعنا. طيب احنا عندنا ايه هي الخطوات اللي انا هعملها في العياده عشان اعمل الاوفر دنشر؟ ده جزء مهم جدا عايزين نركز فيه عشان نعرف ان الخطوات اللي بيفرق بس عندنا هي قصه الفاريشن والامبريشن، بتفرق في تركات بسيطه، بقيه الخطوات هي بالظبط نفس خطوات الكومبليت دنشر، تمام. فهو احنا بس جاست ان احنا لازم نعرف ازاي نعمل ابارتمنت بريباريشن بشكل كويس، وازاي ان احنا برضو نعمل الامبريشن بشكل هيطلع كويس ان شاء الله معاكم. طيب اول حاجه عايزين نشوف اللي بنعملها اللي هي الكراون ريدكشن، ماكسيمم ريدكشن اوف ذا كورنر بورشن. عندنا برضو بنشوف الكراون روت ريشيو ان يبقى فيه نو انترفيرنس ارتفيشال توث بليسمنت،
وبنحط ريستوريشن وبعدين بنعمل بولشنج بعد كده. ده اول حاجه بيبقى عندنا الكاست. ده احنا بناخد الاول الحاجه ستادي كاست عشان نعمل دايجنوزز. نعمل دايجنوز للانتر ويفضل يبقى في ماونتد كاست عندي عشان برضه احدد الانتر ارش سبيس هتبقى قد ايه. هنا ببدا احدد طول بس هو البريدونتال بروب زي ده. بقدر احدد انا محتاج الكوبينج بتاعتي تبقى 3 مللي فبعلم على 4 مللي دايما، بس بعلم على مللي زياده بحيث لو حصل اكسسيف ريتراكشن ولا حاجه ابقى انا ما اكلتش من السنه زياده عن ما انا عايز. اهو بحدد بالقلم الرصاص زي ما احنا شايفين عند المكان اللي احنا هنحتاج نقص فيه السنه بتاعتنا. نستخدم تيبرد ستون بالمنظر ده، ويز فلات او ويز راوندد اند مش هتفرق. تمام، بنستخدمها عشان خاطر نعمل امبيوتيشن او نعمل باتر في الجزء بتاع السنه اللي هو اباف اللاين بتاعي مش هحتاجه. وطبعا بعمل القصه دي قبل ما بعمل الاندو بحيث ان انت بيبقى بالنسبه لك في عندك جدر مشطوف سهل جدا تحط عنده الاستوبر وسهل جدا تعمل الاندو. لكن لو عملت الاندو من الكراون ذات نفسه من فوق ممكن توسع الجزء اللي هو بتاع الجدر او ممكن تعمل بيرفوريشن. فالاسهل ان انت بتشيل الكراون الاول فوق اللي هو الجزء اللي انت مش محتاجه بالكامل وبعد كده بتعمل الاندو. فبيتشال الجزء ده باستخدام زي ما هنشوف في الفيديو في اخر المحاضره ان شاء الله ازاي بيتعمل. اهو ده عندنا بنعمل ايه، بنصطف القصه دي. ده بيبقى الليبيال سيرفيس، بنعمل بيفل. البيفل ده بيبقى الحته العاليه تبقى موجوده في اللينجوال سيرفيس او في البالاتال سيرفيس، والحته اللي فيها اللي بتبقى ارتفاعها اقل بتبقى موجوده في الليبيال سيرفيس. وبعد كده بنبدا ان احنا نشيل كل الشارب لاين انجلز اللي موجوده اهي باستخدام يا اما التيبرت ستون او باستخدام الويل ستون او باستخدام الفليم ستون، بحيث ان انا في الاخر احصل على هذا الشكل اللي هو شكل هاف ايج او شكل نص بيضه اللي احنا شايفينه هنا. ده نشوفه بيبقى شكله عامل ازاي بالشكل بالمنظر ده. لو انا عندي بيضه بيبقى شكلها كده، بيبقى ده الجزء الليبيال اهو من الابطمنت، وبعدين بترجع تعلى 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 وبعدين تنزل بالمنظر ده ما يبقاش فيها اي اندركات خالص. ده الشكل اللي انا عايز اعمله للاوفر دينشر ابطمنت او اللي هي الضم شيبت كوبينج ابطمنت بريباي. وده بقدر ان انا زي ما احنا شفنا يا اما بالويل ستون يا اما بالفليم بقدر نحصل على الشكل دوت بسهوله شديده. طيب يبقى ممكن تتعمل ان انا اعمل اندو واقفل بايه؟ جاست حته امالجام بلاج واخد من السنه صح. طيب عندي بعد كده لو انا هحتاج بوست، لا لو انا هحتاج بوست بقى يعني انا هحتاج اعمل اتاتشمنت يبقى انا لازم هعمل اندو وهالامبريشن بالمنظر اللي انتم شايفينه ده. ده بيبقى اسمه اول ان وان امبريشن. ده باخد امبريشن للارش بتاعي الديشلوس ارش وفي نفس الوقت باخد امبريشن اتاتشمنت اسمبلي بالمنظر ده. هنا ببساطه احنا بناخد امبريشن كانال وللكوبينجز وفي نفس الوقت بناخد امبريشن للفيولر ريتش. ده كله ممكن يتعمل في وان يونت، بس الاول ان وان تكنيك حد بروفيشنال شويه او محتاج حد ايده حلوه في الشغل. لكن معظمكم هتشتغلوا بالتو ستيب تكنيك، ان انت هتاخد امبريشن للجزء بتاع الاتاتشمنت تعمله الاول في المعمل، وبعد كده بعد ما بيجي بتلزقه بوق البيشنت وبترجع تاخد بقى الايه الامبريشن بتاع الارش بتاعك بالكامل عشان تعمل الدنشر عليه بعدين. طيب ده هنشوف حاله كده احنا بنعمل القصه دي ازاي وازاي بنوصل للشيب بتاعت البريباريشن بتاعتنا. ده اهو شكل البريباريشن، وبنبدا ان احنا يا اما بنحط عليها ده بالماده بتاعتنا اللي احنا ممكن بنستخدمها انتر اوريدي على طول دايركت. ده دايركت تكنيك في الكوبينج، ده ماده ديوراليه بنحطها على طول انسايد البيشنت ماوس. ممكن بناخد بيها مقاس للبوست وبناخد بيها كمان مقاس للكوبينج بالمنظر اللي انتم شايفينه ده، وبناخد الاسمبلي ده اللي هي جزء الكوبينج وراكب فيه البوست بالمنظر ده بناخده نعمل له كاستنج معدن ونلزقه في بوق العيان مباشره. اهو بالمنظر ده كده. طيب لو جالك حد هتجيلكوا كتير في العياده مريض عنده اثنين نبات زي كده، طبعا معظمنا ايده هتاكله ويقول لك ايه شيل يا عم. لا في بعضكم هيفكر ان هو يعمل تمبري اكريليك دينشر ويعمل له اثنين روت واير كلاسبس. ده بيبقى عيبه انه دول هيفقدوا بعد فتره. وغير كده كمان مشكله عندي ان الروت واير كلاسب ده هيعمل ابريجن ممكن لسطح السنه، هيعمل ستريبنج للجنجبه تحت، هيجمع اكل، هيعمل لي مشاكل كتير.
وغير كده كمان الفيزيكال ميزوف ريتنشن راح نتيجه ان الايه ان البوردرز ما هياش واصله للاخر، بيبقى الطقم طالع وواخد الزاويه دي ونازل تاني بفلانج هنا كده، وبيبقى الفلانج هنا الحتت الانترابتد اللي تحت السنان اللي الفلانج مش فيها يحصل سكيب اوف اير اندر دينشور بيس، فما بقاش عندي اي فيزيكال ميزوف ريتنشن في الحالات دي. طيب يا اما بنسيبها كده يا اما بنعمل هنعمل لها امالجام بلاك زي ما احنا قلنا، ده ابسط حاجه نقدر نعملها، او هنحط عليها كوبينج لو العيان عنده باد اورال هايجين، دي حاجه ادفانسد شويه. او الحاجه اللي بعد كده ان احنا ممكن نقدر نعمل ايه، نعمل بوست وكوبينج واتاتشمنت، وده ذا موست ادفانسد تايب من الايه الفاليو اللي انت تقدر تاخدها من السنه دي. طيب الامبريشن بقى عندنا بتاع الاوفر دينشر، بطلب منه سبيشال تراي، ممكن السبيشال تراي دي يا اما تبقى كلوزد تراي زي كده، يا اما تبقى اوبن او ويندو تراي زي كده. وده ليه؟ ده لان بيبقى فيه هنا الجزء بتاع البوست، هنا بيبقى ليه كورنر بوست طالع بره، تمام. الجزء ده ببقى عايز اعمله بيك اب مع الامبريشن ماتيريال، فيا اما بفتح له فتحه هنا عشان يعدي منها، يا اما بعمله ريليفد وبعمل قبه فوقه زي قبه عشان خاطر البوست يستخبى تحت الايه القبه من القبه دي وايه ويتشد ويطلع في الامبريشن زي ما هنشوف بعد كده. ده الامبريشن اهو، هنا انا واخد امبريشن، هنا طبعا مفيش بوست، فانا هنا واخد امبريشن ده لكوبينج بس. ده اللي هو الابر سبيشال تراي، ده ممكن بناخد هنا بالالجينيت، ممكن تاخد بميديوم رابر بيز، مفيش اي مشكله خالص. هنا برضو نفس الكلام، ده الاوبن تراي. طيب الجو ريليشن ريكورد تبقى زيها زي بتاعه كومبليت دينشر بالظبط. مهم جدا انك تتاكد وانت بتاخد الجو ريليشن ان الريكورد بيزز او التراي بيزز بتاعتك اللي هي بتاعت البايت، الجزء بتاع الابارتمنتس تحتيها تمام ريليفد تماما من ناحيه البايت، وان البايت بتبقى محمله في مكانها بشكل باسيف بحيث انها ايه ما الاتاتشمنتس ما تخليهاش تبقى قاعده في التيرمينال سيتنج بوزيشن بتاعها الوضع النهائي بتاعها فوق العيان بدون ما تتحرك يعني ايه، او تبقى مأثره على الفيرتيكال دايمنشن بتاع البيشنت. بعد كده برضو بنعمل التراي ان عادي، بنتاكد من الاساتكس، بنتاكد من الفوناتكس، بنتاكد من الاوكلوجن فيرتيكال دايمنشن، بنتاكد من السنتريكيشن. الحقيقه الحاجات الكونفشنال اللي احنا او اللي احنا بنعملها مع كومبليت دينشر العادي ديورنج التراي ان فيزيت اللي هي جلسه البروفه بالبلدي زي ما بنقول. بعد كده بنعمل دينشر بروسيسنج زي ما انتم شايفين، طبعا بيبقى الدينشر في مكان بيسمح بوجود الفيميل بورشن، هنا بيبقى موجود في بطن الطقم في الحته دي، والمفروض ان احنا بنرص السنان على اساس ان احنا عارفين الجزء ده ابعاده ايه، الويدث بتاعه قد كذا والارتفاع بتاعه قد كذا، فما بنتفاجئش بقى واحنا بنسلم الطقم ان بنضطر ان احنا نخرم الطقم عشان خاطر الاتاتشمنت ايه تريحس. طيب ايه قصه كونتاكت وبنحصل عليها ازاي دي، وانا بسلم الطقم في الاخر لازم اتاكد ان الجزء بتاع الابارتمنت كيس اللي تحت الدينشر ما هواش عامل اي بوزيتيف كونتاكت للدينشر بيست تحت، وده بعرفه باستخدام حاجه بنسميها اللي هي البريشر انديكيتنج بيست. تمام البريشر انديكيتنج بيست دي بتبقى تقدروا تعملوها انتوا في البيت، تمام مفيش مشكله، بان انكم بتجيبوا فازلين وبتجيبوا اللي هي زنك اوكسايد باودر او بتجيبوا البيز كاتاليست بتاعت الزنك اوكسيد، بتحطوها بتخلطوها مع بعض 1 تو 1 نسبه 1 لواحد، وبعدين تبداوا تحطوها في الدينشر بيز عندنا تمام، وتبدا ان انت تحط الطقم في التيرمينال سيسينج بوزيشن في بق العيان. شايفين هنا في حتت هنا الحتت الناحيه دي الى حد ما مظبوطه، في حته هنا فيها تبدا يتزاح فيها ودي فيها بريشر مش مظبوط، تشيل كل الاكسس اللي هو اللي معلم اللي فيه حاجه الماده البيضاء ولحد ما يديني الشكل اللي احنا شايفينه ده تمام، مفيش اي كونتاكت خالص موجوده او يبقى باسيف تمام مشكله. طيب الاورال هيجين والمينتنس، لازم نعلم البيشنت ازاي ان هو يغسل حوالين زي وزي البريدج بالظبط، بنقول له ده زي وزي الكوبري بالظبط، لازم يتغسل حوالينه وحوالين الابطمنت تيس عشان نضمن ان القصه يعني مش هيحصل بقى جينجيفال انفلاميشن وبريدونتال بريك داون وكده. طيب وبنعلمه البراش سبيشال
براشز زي دي، زي اللي بتستخدم في حالات القرص وبتنظف ما بين البراكتس، برضه دي ممكن تخش تحت البار تنظف تحت البار وهكذا، دي بتبقى موجودة برضه في الدنتال ماركت، ممكن انت بتجيبها للايه للبيشنت بتاعك.